ضيفنا محمد عبد اللطيف مدير تسويق بس عنده هواية على جنب يعني أروع من هيك ما في، واللي هي تسلق الجبال. ما خلى قمة جبل ما تسلقها صراحة. والقصة وراء هذا الموضوع وراء هاي الهواية اللي طلعت فجأة من 5 سنين قصة كتير رائعة ومؤثرة. أهلا وسهلا فيك محمد. أهلا فيك. نور الاستوديو. كيفك؟ نورك. تسلمي. أهلا وسهلا. Thank you على الاستضافة وعلى القعدة الحلوة هاي اللطيفة. كيف البلالين؟ بنك العربي مش عادي. الله عليك. طب بدي أسألك هلا، قلنا من الأول شو سر تعلقك بهاي الرياضة، أو شو سر بديش أحكي تعلقك، شو سر انتقالك لهاي الرياضة، انتقائك إلها؟ صراحة كانت فجأة. يعني هي صارت صدف. بتعرف كيف تترتب الأمور، ما بتعرف كيف هيك مرة واحدة. فصارت صدفة ب 2014. كنت بمرحلة مش كتير حلوة بحياتي، فإجت سمعت عن رحلة الأفرست بيس كامب. وأنا كان أكتر إشي بعمله بحياتي كان وادي رم. فيلا تعال يلا تعال، سحبت حالي ورحت، اتبهدلت هناك وهيك. تدربت قبل ولا هيك رحت فجأة؟ كان عندي إصابة برجلي أصلاً. وكان صار عندي بس كان 3 أسابيع إني أستعد وكذا. وأنا أصلاً بلعب رياضة شوي، فقلت يلا نروح نجرب. apparently كل الأواعي اللي كانوا معي غلط، الأشياء كلها غلط. طبعاً بس ترتيبات. يعني تبهدلت كويس، بس كانت بالنسبة لي هي اللي حسيت حالي وقتها إنه أنا عايش وهذا الإشي اللي بدي أعمله. أحلى. طب قديش صار لك تقريباً عم تمارس هالرياضة؟ من 2014 لإن شاء الله إلى النهاية. ما أحلى. طيب بدي أسأل، بتحبوا الإعداد، بتحبوا نحضر فيديو هلا؟ عم يحكوا لنا في فيديو جهزناه لك. ما بعرف، انا ما حضرته شخصيا لسه انا وحلا، فبدنا نشوف. انا بحب احضره كمان. نحضره مع بعض وبنرجع. طلعنا الكوخات هلا صرنا على قمه كونكاغوا 7000 متر. طبعا قسم بالله مش عارف شو بدي احكي، ولا قادر اتنفس. الله صعبة كانت. ما أحلى. طيب كثير حلو كثير مخوف. هاي هي أعلى قمة وصلتها؟ هاي أعلى قمة وصلتها. Yes. هي في الأرجنتين يعني. صح؟ وايش القمه اللي حابب توصلها، اعلى قمه؟ شوفي الموضوع مش كله بس ارتفاعات. بالنسبه لي هي كمان فيها بارت اكسبيرينس وبارت انك تشوفي انت تتعرفي على حضارات وعلى ثقافات ثانيه. ف يعني ما دام في بحب حلو يرتبط الجبل بحضاره، انا هيك بحب. ف بدي اعلى اتسلق اعلى جبل بكل قاره ان شاء الله. يعني عملت جزء منهم هلا. والجبال المهمة اللي بالبلدان المهمة كمان موجودين يعني. فالطريق طويل إن شاء الله. إن شاء الله. وخلال رحلات التسلق أكيد بيكون معكم مجموعة ناس، بتعرف على ناس، في قصص هيك يعني. في قصص كتير حلوة، وفي ناس بيعطوك هيك دفعة معنوية دايما، بيحسسوك كيف الواحد لازم يعيش صح يعني. أحلى. فبتكوني على جبل بتشوفي واحد عمره 70 سنة عم يطلع معاكي وانت تعبانه وهو لساته ماشي، فبتطلع انه احنا عندنا واحد على 50 بيقولوا ايش اختيار. فهدول الناس اللي بتشوفيهم بضلهم يدعموكي انه تعملي احسن وتصيري تتطوري وتصيري. مين اكثر حدا مثير للاهتمام قابلته بواحده من هالرحلات؟ صراحه بكل شخص بتلاقي فيه وراء قصه كثير حلوه. كل شخص وراء انجاز جميل. في اشخاص بيطلعوا لاسباب معينه، مثلا اللي بيكون ناجي من تعون الحرب بيكون مصاب برجل واحده بده يطلع على الجبل. هدول الناس بتشوفيهم، بتشوفي شخص طالع بس عشان ابوه توفى، وكان هو وهم صغار هو ابوه يلفوا حوالين الجبل هذا بالارجنتين مثلا، كانوا يعملوا رحلات تحت، فهو عشان روح ابوه فبده يطلع هذا الجبل انه اهداء لروح ابوه. فبتشوفي ناس هيك اشياء كثير حلوه بتشوفيها وبتوعيكي اكثر وبتصحيكي يعني. طب هلا السؤال الاهم، السؤال المهم يعني، ايش التحضيرات اللي بتعملها او بتاخذها، والمعدات اللي معك، التوقيت اللي بتنقيه مناسب لهي القمه مثلا معينه؟ هلا زي ما حكيت لك اغلب الجبال بروحهم كلها فيهم بقاره. فبتكون استعدادات مختلفه. استعداد كل جبل هو ايدنتيتي لحاله، يعني لحاله عالم كامل. في له لبس مخصوص، في له سيزن مخصوص. يعني هلا مثلا احنا بشهر 6 بزبط اروح هون، ما بزبط اروح هون. بنختار دائما السيزنز اللي هي بتكون مش شتاء ومش صيف.
لأنه بالصيف بيصير في انهيارات ثلجيه، بالشتاء بيكون مسكر، بيكون الدنيا دمار، فبدك تختاري بالعاده بيكون في شهرين هيك صغار بدك تلحقي تطلع فيهم على الجبل. استعدادات بدنيه اكيد لازم تكوني جاهزه كثير، بس لازم اكثر شيء الاستعداد الذهني. لانه مهما كنت مستعده جسديا فيها تركيز، ما في نوع رياضه بالعالم بتوصلك لمرحله التعب اللي بتوصليه بالجبال، يعني في قله اكسجين وارهاق جسدي وكل شيء مش موجود، يعني من اكل فش الاكل موجود كثير بسيط، النومه مش مريحه ونومي بتخت سوري بخيمه تتفاي، انا بعرف لانه بيكون حتى المي نفس الشيء صعبه، اكسجين ما في تتنفسيه، فكل كل السبل مش موجوده. الموضوع ياثر على عقلك ونفسيتك بالضبط، وبلس ما في اكسجين، فانت نسبه التعب بتتعبيه اضعاف اي نوع رياضه. بتحط اكسجين طبعا وهيك حسب الارتفاع للامرجنسي بيكون معنا. بس اكيد بعد الرحله الاحساس بيكون، يعني هلا وانت عم تطلعي بتكوني عم بتسبي على حالك، بعدين بتنازل الحمد لله عملتها، شو اللي وداني وشو اللي عملته بحالي وشو اخر مره خلص. بتخلصي بتنزلي ثاني يوم بتصير تصحين وين اروح بعديها وين بعديها. طب سؤال، هلا قبل الهوا كنت عم تحكي لنا انه مجهز لرحله كثير هيك رائعه للرحله الجاي ان شاء الله. يس تفاصيل التفاصيل ستي العزيزه. هلا يوم الاربعاء بروح على الدكتور بعمل تشيك اب ظهري شوي بوجهني، بكتشف انه عندي ثلاث ديسكات بظهري. سلامتك. طيب فبالعاده بالديسك بحكي لك بدك تقعدي وترتاحي وممنوع رياضه وهالقصص. طبعا لا، بدك تروح تتسلق. فانا بالعاده كل سنه بعمل جبل لانه كوستو كثير عالي بتعرفي، ويعني غلبه وهيك. فقررت انه ان شاء الله السنة الجاية بدي اطلع مش جبل اثنين. ايش هم؟ وعشان بيحكوا لك اللي معاه ديسك لازم يقعد ويرتاح وهالاشياء، لا ان شاء الله بدي اعمل جبلين. يس. من اعلى القمم السبعة اللي بالعالم. انا معك وبشجع هذا الشيء، بس يعني ما بتحس انه ممكن تأذي ظهرك؟ لا سمح الله تصير بشيء، تكون بشيء تصير بشيء. لا لا ان شاء الله لا. ان شاء الله. جبلين، واحد اللي هو اسمه كارستنز بيراميد اللي هو اعلى جبل بقارة استراليا. موجود باندونيسيا وعلى جزيره يعني لحاله. واو. والجبل الثاني ان شاء الله اللي هو اعلى جبل بقاره امريكا الشماليه اسمه دينالي. ياي كثير حلو. محمد نورتنا بالاستوديو، شكرا كثير لك. شكرا كثير لك. طاقتك الايجابيه هيك عن جد. ان شاء الله تكون رحله سليمه. ان شاء الله. اهم شيء السلامه. لا يا رب ان شاء الله. تسلم. انا حاعمل لك فولو على السوشيال ميديا عشان نصير نتابع رحلاتك، بما انك بتوثقهم هيك زي الفيديو اللي شفناه. بالضبط.